دابا الدري خويا ولي ساد الوالد فمو كي سميتو يغوت بحال ما هكا بقى قليل ما كيغوتش بزاف بحال ما هكا نط انايا يعني كنسمع داكشي قليل نط غير على الله نط بحال ما هكا سميتو الباب مع كان حين كان مسورت عليه الباب ونط بحال ما المهم جيت بحال ما هكا عند الباب دورت الساروت حليت وانا نصيب خويا واقف بحال ما هكا تمايا وضارب سميتو با وهو امي بحال ما هكايا ضربهم بواحد بافيه ضربهم بحال ما هكايا وشاد عاوتاني عصا ايوا هي ديك معناتها كان تضرب فيهم بحال ما هكا بعصا وقال له بافيه وهذا مشي تركب الدريه تاكسي وبعد عقبت على الشعريات هاجي دخلت المحل اللي نعش فيه شحال بدري بحال ما هكا دخل صابني ناعش مغطي بحال موكا دار يركبي هنا شدني وشاري درفويا بالحجرة درفويا هنا درفويا راشي قاع مضغطغة بالحجرة الغوكتها عدقو الروح المرق مولات بحال جات عندي جات زي مالك ماما قال يا الشوفار دخل هنا قال راه شافت بقاجلي وبارك يضرب فيا جات بغات تفكني قالت لي وانا بوك بغا يسقط لي قال لي راه موش بوالا قلت لي شنو كاين قال لي راه واحد الشوفار راه كانوا داخلين هنا راه ضربوا والديا وتكرفسوا عليها وهذي قلت لي ما شتيهمش قال لي لا ما شتهمش قال لي انا نط معطل وما شتهمش هاي وهذه قال لي كون شديتهم ندقهم نقتلهم هذه كذا المهم قلت لي زيد بعدا جي هز معايا بعدا الوالده هز معايا عاود رجعنا للوالد تو هزينا حطيناه تمايا حطينا دخلنا للبيت ديالو عيطت سميتو الخويا ملي قلت لي عيط معاك بعدا الاساعه بعدا باش نعتقوهم عاد عيط سميتو عاود ثاني عيط سميتو عيط الامن هو هي هذيك عاد عيط الاسعاف وعيط البوليس ما عاد فهمتش فين معنا كيقول هو يا كيقول لك ما قريش هنا ما درتو لينا محلات ما درتو لينا حاجه واش ما غنقول لكم انت ناس كبر شمام في الشيء وبالليا ضل نطلب عليهم ما خليش كي درت عليهم واش كبرتهم والقراية ما كينش المدرسة ما كينش في العروبية المدرسة بعيدة بواحد 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر والله على ما متي هو كي يدير الحشيش ويدير الشراب ولا الله اعلم كيتعصب مرة اخ ديالي كيتحشش وكيشرب بغيتوش يضرب والدي حيت راه والدينا محنين علينا مكبرينا الوالد مسكين كان هاك يطلب علينا مسكين تكبرنا هو مش داير في الحال هذه محشومه عليه حرام من جهه الله حرام من جهه الله الواحد ليش غادي يفرح الاولاد لو اللي طرا لهم هادشي هذا ما خاص يعني ما خاص يسمع هذا بحال هذا الحاتيته هذه عيب يسمع علينا شي حد حرام في الدين في البلاد اللي كان يمرض بعيد من السبيطار ب 17 كيلومتر كديروا على ظهرها باش ديه كدوق لي شي بريده ولا شي فوينيدات وتجيبو ونوض هو حتى الخر 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 ايامها يدقدقها مسكينه لا هي ولا البو هذا راه ما هي حاله هذه وليدات كنطلبوا ليهم الهدايا جميعا وما بغيناش هذا الشيء يبقى يجري في الدم ديال الاسلام كان يدير بحال ما هو بلا ما الانسان يولدهم كاع بلاش لا ما يبقى بلاش خير